الشفافية، لأن إحنا ما ينفعش النهاردة نتكلم كلام والكلمة مسؤولية غير مسؤول، ونتكلم عن وعود قد لا نستطيع تطبيقها على أرض الواقع. عشان يبقى في وضوح في الرؤية، والفلاح عارف والمستهلك عارف إحنا التكلفة دي والسعر هو والسعر العالمي أيضا اللي بيحكم. هل هناك إمكانية لمساعدة الصناعات الوطنية؟ طبعا. إحنا اتكلمنا مع الوزير أكثر من مرة عن فرض رسوم على الواردات بتاعنا من بتاعتنا من السكر. اتكلمنا كان في نظام متبع في عهود سابقة أو في فترات زمنية سابقة، كانت كمية السكر اللي إحنا بنحتاجها كدولة بعيدا عن القطاع الخاص بيتم تقسيمها بنسب على المصانع الوطنية، ودي بتعمل يعني معادلة في تحقيق أو في تخفيض السعر بتاع المصانع. أتمنى فندم من سيادتك النهاردة كل الكلام محدد، لأن إحنا النهاردة كل سنة بنتكلم عن هذا الأمر والناس بتحس إن القرار يعني مش واضح وصريح. عايزين بمنتهى الأمانة الوطنية نسمع من سيادتك الرد الموضوعي اللي يحقق المصلحة المشتركة للمواطن ولل